خير، الفيديو ده احتوى على بعض المشاهد العنيفة، ارجو عدم تقليد هذه المشاهد. اهو يا عم يوتيوب، حذر الناس عشان ما يكونش في زعل بيني وبينك. ها انت اليوتيوبر المجنون بتاع المقالب. الفيديو بتاع النهارده كان مولع نار. لو عايز تكون من جيش المكارين، افجر جيش على اليوتيوب كله، فانت لازم تكمل الفيديو للاخر. صباح الفل عليكم، ده فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هيكون الجزء الثاني من تحدي شد التوك. طبعا الجزء الاول المفروض ان انا كنت خسران فيه واتعمل فيه اخطاء ومشيت على الطريق كله وروحت من غير التوك توك. المفروض المسافه بين بيتي والمكان ده اصلا مسافه بعيده جدا. فيديو النهارده في السمكه. فيديو النهارده يا جدعان بالتوك توك بتاع التوك توك عامل اساسي وتنزل حماشة اللي بيتصور. طلع معايا شخص جديد، يعني يعتبر اول مرة يطلع معايا، وهو يعني من المكارين او يوتيوبر تاني. فندق عليا كده تيش المكارين فعلا. الراجل ده جنبنا هنا من الحمدية، يعني بينه وبين اللي هي عربية واحدة. فجينا عشان نصور فيديو معايا، وهيصور معايا الفيديو اسئلة لو تحت في الديسكريبشن. عايز كل الناس اللي بتتفرج عليا او بتتفرج على الفيديو ده تشوف تحت في الديسكريبشن، تشوف رابط الفيديو او تخش تشوف الفيديو، تحط لايك على الفيديو وتكتب تحت كومنتات من جيش المكارين. معايا في فيديو النهارده التوك توك بتاع بلال السوكي او التوك توك بتاعنا. تعالى بس هنا كده سامية. المفروض اللي هنا كاتبين ايه؟ وسع لي سكه نازلين بحمله، احنا التقال انتوا التلامذة صعبين عادينا تموت وسطينا. احنا يا بان دمروا ارض البحيره جايين يا خينا للجيزه. اللي في التحدي اللي فات كنت انا تعبان شويه، وتقريبا اليوم ده كنت صايم ولا مش عارف ايه. فالمهم يعني اللي احنا جايين نعيد التحدي تاني عشان انا ابقى الاول بدل ما ابقى الاخير وتعمل فيها عقاب. انا ابقى الاول، وخلي بالكم الخسران تعمل فيها عقاب يمشي الطريق برضه ونعذبه ونعمل في اي حاجه، بس في عقاب يعني في عقاب ده عامل اساس. المفروض ان بلال السبكي، قبل ما اوريكم الفلاش باك والكلام ده كله، بلال السبكي بيعترض على الفكره اللي احنا بنعملها. لا بيقول ان عايزين نعمل فكره ثانيه، واحد يربط ورا التوك توك والتوك توك يمشي هو يجري وراه هو يجري وراه. فالوقت هنجرب بلال السبكي، هنعمل له بروفا، هنربطه وهخلي التوك توك يعلق وهيجري ورا التوك توك وانا اللي هبقى سايق. لا مش انت، خلي احمد يسوق. احمد ما يزعش، انا غدار شويه. فالوقت المفروض هنعمل بروفا ونرجع لفكره الفيديو معانا. المفروض اللي احنا هنجرب البروفا، حماشه يكون سايق والناس دي هتفضل موجوده هنا. انت جايز؟ هات يا عم الشبشب. جايز؟ جايز. يلا مربوط هنا ومربوط في المكان ده، وهنشوف هيعمل ايه بالظبط. لو طلع التحدي حلو ممكن نعمل التحدي ده بدل التحدي التاني. يلا ما تتكلمش كتير. يلا 3 2 1 اطلع اطلع على التاني، اطلع على التاني. ايوه سرح سنة، خد بس المطب وسرح سنة. ايوه ايوه يا سمكي يا سمكي يا جامد، اكشن اوي يا حبيب الساعة. اطلع خد المطب ده واطلع جامد بقى. ايوه يا اكشن اوي يا محمد يا رمضان. الحبل اهو الحبل اهو، اطلع يا اطلع على التالت. خد خد العدري واطلع على التالت. الحبل اهو. انا كنت هموت من الضحك. طب يا جدعان، هو بلال السبكي رجله وجعته، بس احنا هنعمل التحدي ده عشانكم انتوا. فاللي مش مشترك في القناه ينزل وقت يشترك في القناه، يدوس لايك على الفيديو. وبلال السبكي شكله كده مش هيخش التحدي. تعالى كده، المفروض اللي هو المفروض ان الراجل السواق اللي بيسوق، المفروض الراجل اللي بيصور ورانا دلوقتي اللي هو كان سايق بيزود ويدي الرابع، ان اصلا ان احنا ده ماشي على رجله، مش ماشي بموتوسيكل ولا ماشي بعربيه، ماشي يا رب ما يكونش بيصور. هيصور هيصور. فالوقت يا جدعان المفروض اللي احنا نعمل التحدي، بس بلال السبكي طلع منه ان رجله خلاص باشت وكان بيجري حافي كمان. هو محمد رمضان في نفسه اصلا وهو بيجري. فالوقت المفروض اللي احنا نبدا التحدي، وانا على طول اللي بعديه ومعاك. بس هنغير التحدي لمده 30 ثانيه، التوك توك بقى يطلع على الثالث الرابع الخامس المية. المهم لمده 30 ثانيه ستوب، تعدي 30 ثانيه التوك توك بقى في تلقائيه لوحده. يا جدعان الزلزال هو اللي هيبدا اتربط، وبدل السبكي اللي هيسوق. دلوقتي الوضع بدا. يلا الحق الزلزال، الحق الزلزال السريع السريع جدا السريع جدا يا محمد.
ميسي ده. اوف هتخسر كده. اطلع يا عم. ايه ده انت جاي؟ لا هتخلص. انت انا بسرع نفسي، انا بسرع نفسي من كتر الضحك. كلمه تاني اقف يا ابني، هديك كلمه تاني. لا قول له قول له انا بحبك يا عم بلال. قول له احمد شريف ده كلب. ده كلب يا احمد شريف. هو بسرعه. ادي مدي ما توقفوش. اديني تعاود ان انت مش هتتكلم. اديني تعاود بسرعه. كمل كده عشان تقعد. اديني تعاود يا اسطى. كمل. اديني تعاود. ده بيموت. كمل بسرعه. والله 30 سنة تم. ماندو ولا هيخش تحدي قبل حماشي، وحماشي هيخش بعديه، لما هتخش بعديه انا هتخش. والوقت المفروض ان ماندو مش تحدي كلمة كده للناس قبل ما تخش. يا بص احنا المكرين مفيش اقوى منهم، انا هكسبهم كلهم. لا انت كده بقى بتهبب بقى، انت كده بتهبب بقى. شوفوا انا 21 ثانية وبلو السوبكي بصراحة يا اسطى قاعد 50 سنة. هديك الجرعة دلوقتي، انا همشي بالجرعة. وبص بلو السوبكي راجل 100 همشي بيها بالراحة. بصراحة انا مقلق منه. على فكرة يا جدعان، على فكرة يا جدعان، عين خضراء وعين بني، ثاني اعمل له زوم كده عشان كده 90,000 واحد شافني. يلا يلا رجولة، جايز يلا اديله يا بلال، اديله يا بلال بقى، ورينا اخره يا بلال، ورينا اخره يا بلال السوبكي لاخرك. كربت الحبل احمد، كربت الحبل وحط الحبل فك هو هناك. فالوقت كده يبقى هو الخسران وهيتعمل فيه العقاب. يا جدعان المفروض ان كلهم هيتعمل فيهم العقاب، ان حماشه ما ربطش الحبل، واحد زي ده ما كانش ليه وقت، واحد زي ده ما جريش اصلا، اللي هو كنا بنلعب معاه لعبه خفيفه. فكلهم هيتعملوا فيهم العقاب الوقت وانت هتشوف. وانت برضه هو يعني الهبد ده. يلا يا اسطى والنبي موسى يلا يلا ولا حط ايه. لا كلكم ورا بعضيكم. عيل 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 ع